Everybody's Gone to the Rapture هي لعبة حصرية لبلاي ستيشن 4 من تطوير استوديو ذا تشاينيز روم، والاستوديو ده قدم لعب زي دير استر وامنيجا ماشين فور بيجز، واللعبة دي ممكن تكون واقعة وسط نوعية الالعاب اللي بيبقى عليها جدال واسع، هل هي تعتبر لعبة اصلا ولا لا؟ وفي ناس كتير ممكن تسمي النوع ده من الالعاب ووكينج سيميليترز، لانك انت مش بتعمل حاجة، انك انت تمشي في وسط لعبة معتمدة بشكل كبير جدا على عرض القصة. شخصيا في السنين اللي فاتت شفت العاب من النوع ده بتحاول تخرج بره الدايرة دي وتخلي بالفعل في تطوير للجانرا ده وجيم بلاي ميكانيكس واضحة ومؤثرة. هل Everybody's Gone to the Rapture او خلينا نسميها Rapture بقى بدل الاسم الطويل ده، هل قدمت جديد للنوع ده من الالعاب او نقلته لقدام؟ في خلال الريفيو هجاوب لكم على السؤال ده، واللي المفروض بتعتمد عليه اللعبه بتقديمه طبعا بشكل اساسي القصه. وعليا ان انا اعترف ان على الرغم اللي انا هقوله لكم في خلال دقيقه يعني الجيم بلاي، بس قصه Rapture كانت ممتازه. قصه بتحكي عن قريه انجليزيه مرت باحداث هتعتبر لغز ليك طول وقت اللعبه، والاحداث دي خلت القريه فاضيه تماما، مفيش بني ادم واحد عايش وموجود في القريه دي، كل الناس اختفت. واللي بيحصل انك انت من خلال ذكريات الناس اللي بتتعرض عن طريق زي خطوط وانوار بتظهر حواليك بتبتدي تتعرف على مجموعه شخصيات، والشخصيات دول في علاقات مختلفه بتربط ما بينهم، وبتشوف طول اللعبه تطور العلاقات دي باشكال مختلفه، سواء حب، كراهيه، خيانه، وتضحيات، وبتشوف تفاعل الشخصيات دي بالعلاقات اللي ما بينهم كمان مع الاحداث الغريبه اللي بتحصل في القريه دي، وبتحاول بينك وبين نفسك تكشف عن سرها، هل هو وباء ولا غزو فضائي ولا تجربه علميه فاشله. شخصيا في الكلام عن القصه مش عاوز اتفلسف واتفزلك عليكم في الكلام، بس قصه اللعبه بشكل عام في وراها رسائل كتيره تخص علاقه البشر ببعض وتاثير الازمات عليهم، وفكره كمان بتاعت علاقه الناس بالاشخاص اللي ماتوا. القصه بتتعرض برضو لجوانب انسانيه وفلسفيه كتير، وبشكل عام كانت مؤثره وكئيبه، مش كئيبه بشكل وحش، كئيبه بشكل يخدم الاحداث بشكل ممتاز. والاحداث كمان في اللعبه ما كانتش معروضه بشكل مترتب، الاحداث انت حسب ما بتمشي في عالم اللعبه بتبتدي تظهر من خلال زي الذكريات اللي منتشر على هيئه خطوط واشكال من النور، وممكن تفوت احداث بالكامل او تشوف حاجات مش ماشيه بالترتيب نهائي. من هنا بقى نتكلم عن الجيم بلاي. ان وجت مشكلتي مع رابتشر بتبتدي تظهر من هنا. فاكرين المصطلح اللي انا قلته من شويه اللي هو ووكينج سيميليتر، المصطلح اللي هو غرض منه السخريه على النوع ده من الالعاب؟ للاسف السخريه هنا بقت واقع، لان رابتشر كل المطلوب منك انك تعمله انك انت تمشي تشوف نقط النور اللي بتظهر، تقف قدامها وتسمع الكلام اللي بيتقال، او تسمع كلام متسجل على اجهزه راديو او تليفونات. واقصى نوع من انواع التفاعل في اللعبه بيحصل قدامك لما بيكون في نقط نور بتظهر لك ومطلوب منك تحرك الكنترولر يمين وشمال عشان تشغل السنسور وتفتح بقى الذكريات المتخزنه جوه نقط النور دي وبس. اللعبه بشكل عام هي دي جوانب التفاعل اللي بتقدمها، اللي هي 95% منها انك انت بتمشي بسرعه مشي بطيئه جدا، وبتصرحها بانك انت بنسبه 1% عن طريق انك تدوس زرار R2 وتشوف مناظر جميله هنتكلم عنها بعد شويه، وتسمع كلام بقى اللي بيتقال في اللعبه، ولا في بازلز ولا في ميكانكس خفيفه تساعدك على التفاعل اكتر مع القصه. وده زي ما قلت مشكله موجوده في اللعبه، ان اللعبه مش بتخليك تحس انك جزء من الاحداث اللي بتحصل، بتخليك تشوف نفسك كمتفرج فقط، مش شخصية في اللعبة بتقوم دورها. في ناس كتير ممكن تفترض نظريات عن الشخص اللي انت بتلعب دوره في اللعبة، بس ايا كان الشخصية دي انت مش هتحس انك انت بتلعب انك انت بتقوم بدورها، وده ممكن يتسبب في حاجة يعني اسمها الملل. وعلى عكس العاب تانية، وانا بحاول على قد ما اقدر ان انا ابعد عن المقارنات، بس انا هنا مضطر اقارن. The Vanishing of Ethan Carter على سبيل المثال خلت الناس اتفاعلت مع القصة وحسستك بوجودك ودورك فيها، وده من خلال احداث بتحاول تكشف عن تفاصيلها عن طريق بازلز. حتى لعبة زي Gone Home اللي كان تقريبا ما فيهاش ميكانكس كتير، بس على الاقل بتحسس اللي بيلعب بان ليه دور معين في القصة بيعمله. لكن للاسف Rapture على رغم عظمة وجمال القصة، بس هي ما نجحتش في جيم بلاي انها تخليني احس بدوري في القصه دي وتساعد على ان انا اندمج فيها. بعض الناس ممكن تقول اصل انت برضو بتحاول تجمع تفاصيل القصه وتربط بعضها ببعض، وده ممكن يعتبر زي بازلز في حد ذاته. السؤال هنا، هل الكلام ده بيحصل جوه اللعبه ولا بيني وبين نفسي بعد ما بخلصها، ولا بعد ما اخلص جزء معين في اللعبه، زي مثلا ما حصل مع فيلم بالب فيكشن بتاع كوينتين ترنتينو؟ يعني ممكن واحد يوصل لان رابتشر كانت عباره عن فيجوال ستوري مش لعبه ليها جيم بلاي. بعيدا عن السلبيات اللي قلتها بجانب الجيم بلاي بالتحديد، نروح لجانب من الايجابيات، وايجابيات مستواها خابط في السقف كمان. جرافيكس رابتشر ببساطه اوصفه بكلمتين: جمال فاحش.
اللعبة نجحت بفضل كراي انجن انها تقدم فيجوالز في منتهى الجمال. يعني مش هتقدر انك انت تمسك نفسك انك تقعد كل شوية شغال على الشير بوتن وتقعد تشير في صور على فيسبوك عندك. وتقريبا دي تاني فيجوالز عظيمة اشوفها في الاندي جيمز من بعد جيرني. الفيجوالز في اللعبة نجحت في انها تقدم اتموسفير رائع يعكس الجانب الكئيب الموجود في القصة. اكتر حاجة كانت مبهرة عموما الاضاءة. مستوى الاضاءة في اللعبة ممتاز وخصوصا الاضاءة الطبيعية بتنوع درجاتها في اماكن مختلفة او الاضاءة الناتجة عن نقط وخطوط النور اللي انت بتشوفها في عالم اللعبة. في وسط اللعبة ممكن في مكان معين بتوصل له مع الوقت بتلاقي اللعبة بتستعرض عضلاتها بطريقة جميلة جدا. بتلاقي الدنيا بدأت تمطر بتشوف انعكاسات للاضاءة على اسطح عليها مية والجو العام بيبقى مبهر وكذلك في مناطق تانية بيختلف فيها معروض قدامك. وعموما اللعبة دي ممتعة للعين بشكل جميل جدا. في اهتمام بعرض برضو التفاصيل صغيرة تخص جوانب صغيرة برضو في القصة وكانت من خلال تصاميم موجودة من حواليك وعجبني جدا الاهتمام بالتفاصيل دي. بس من ناحية الأداء اللعبة ساعات وخصوصا في الأماكن المقفولة بيحصل فيها فريم دروبس على عكس في الأماكن المفتوحة والواسعة اللي بيكون فيها مؤثرات عالية جدا اللعبة بتعدي 30 فريم بير سكند. وطبعا دي شكلها كده مشكلة في الأوبتمايزيشن نفسه مش بتحصل إلا بأعداد محدودة. وكنت افضل ان اللعبة تبقى ثابتة على 30 بدل ما هي طالعة نازلة بفروقات جامدة عشان ده ساعات بيتسبب في سكرين تيرينج. جانب الاصوات في اللعبة رابتشر ممكن تكون من اكتر الالعاب اللي تقريبا من الصعوبة الشديدة جدا انك انت تطلع بغلطة واحدة ولو صغيرة جدا في الاصوات وببساطة ما فيهاش اي غلطة في الجانب ده. الفويس اكتنج بالتحديد في رابتشر على الرغم انك انت مش بتشوف الشخصيات وبتشوف خطوط نور مكانهم بس بجد مستوى ادائهم التمثيلي فوق الممتاز وده خدم القصة. مجرد انك تسمع الانفعالات بتاعتهم بس يكفيكوا بزيادة مش محتاج ان انا اشوف ملامح وشهم. مستوى الفويس اكتنج في اللعبة دي ممكن ما يكونش موجود اصلا في بعض الالعاب التريبل اي اللي بيتصرف عليها ملايين. وتصميم الاصوات المحيطة بيك برضو جميل جدا. البيئة اللي متقدمة في اللعبة قرية خالية تماما من السكان فاللي انت بتسمعه اصوات طبيعية من حركة الشجر مع الهواء وهكذا. اما الجانب الاخير في الاصوات واللي كان متعب نفسيا من فرط جماله الساوند تراك. فاكرين من شوية لما قلتلكم القصة كئيبة اهو حاجة زي كده ساعدت على اظهار الكآبة دي هو الساوند تراك. والصراحة ما عنديش كلام يوصف قد ايه الساوند تراك بتاع اللعبة دي رائع ويوجع القلب. خلاصة الكلام عن Everybody's Gone to the Rapture هي انها لعبة ممكن تكون حطاك في وسط حالة فنية وجمالية ممتازة من قصة واصوات وجرافيكس. لكن الجانب اللي يخليها فيديو جيم يعني حطوا مليون خط تحت كلمة فيديو جيم يعني للأسف جانب فقير. اللعبة بالنسبة لي كانت واحد بيقول لي هتشوف فيلم حلو جدا من اخراج وتمثيل وتصوير وسيناريو وقصة. في جانب من التفاعل بقى هتشوفه قدامك بينك وبين الفيلم انك انت تفضل دهس على زرار واحد يخلي الفيلم شغال لحد ما يخلص. الالعاب الانتراكتيف ناراتيف زي رابتشر المفروض انها تتطور. انا شخصيا مش بطلب تطورها انها تبقى اوبن وورلد ار بي جي مثلا بس اضافة ميكانيكس بسيطة زيادة تدي للعبة قيمة مع الوقت حاجة ضرورية جدا. العاب كتيرة يعني حاولوا تطلع من الدايرة دي وذكرت امثلة ليها من شوية زي The Vanishing of Ethan Carter. شخصيا الواحد مش عاوز يشوف الالعاب دي محبوسة في الفترة اللي نزلت فيها Dear Esther. اللعبة اللي على وقتها يعني كانت فكرتها حلوة. ضعف اللعبة دي في جانب الجيم بلاي وقوتها في جوانب تانية تخليني اقول ان يجي منها. عشان اوضح بشكل اكبر في حتة قرار ان اي شخص يلعب اللعبة او لا. لو انت شخص تلعب اللعبة لمجرد انك انت تطلع بالقصة ومش عاوز الا الجانب ده فقط اللعبة دي مش هتندم على لعبها لان بالفعل القصة وجوانب تقديمها كانت ممتازة. انما انت لو بتدور على الجيم بلاي ميكانيكس حتى لو كانت بسيطة يعني للأسف اللعبة دي ممكن تحبطك شوية.